من كوفنتري البريطانية ينضم إلينا عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، أهلا بك معنا. ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديكم عن المدنيين الذين نزحوا من الغوطة وتحديدا من حمورية في الجهة الشرقية؟ نعم، بالنسبة للنزح الذين نزحوا من حمورية من جنوب غرب الغوطة، هذا النزوح كان بعد تقدم قوات النظام وسيطرتها على أكثر من نصف مدينة حمورية. طبعا بعد هذه السيطرة حاول المدنيون التقدم والخروج من عبر معبر أمنته قوات النظام السوري والقوات الروسية الداعمة لها والتي تقودها في عملية الغوطة الشرقية. إثر هذا التقدم وخروج أعداد كبيرة من المدنيين انسحب عناصر فيلق الرحمن من حمورية، الأمر الذي أدى لسيطرة النظام عليها. بعد هذه السيطرة تمكن نحو ليس 12500 على حقيقة الأمر، نحو 20000 مدني أو أقل بقليل من النزوح من حمورية، وبعض المدنيين ليسوا من حمورية نزحوا أيضا من كفر بطنة وسقبة عبر حمورية باتجاه مناطق النظام، ليس حبا من النظام بشكل مؤكد ولكن هربا من الحصار والغارات الجوية الروسية المكثفة التي صبت حمامها مساء أمس وليلة أمس على حمورية، الأمر الذي أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 26 مدنيا. لكن بذات الوقت كان هناك نزوح داخل الغوطة الشرقية لآلاف المدنيين الذين كانوا لا يعلمون أين يذهبون نتيجة ما جرى في حمورية وهذا الخروج المفاجئ لهذا العدد الكبير من المدنيين من داخل الغوطة الشرقية. تزامنا مع هذا الكلام وتزامنا مع ما قالته طبعا المخابرات التركية بأنهم اتفقوا مع روسيا على إخراج عناصر هيئة تحرير الشام من الغوطة الشرقية، كان هناك نزوح متوازي وهو أكثر من 30000 مدني نزحوا من عفرين اليوم أيضا، أي أن النزوح كان في الغوطة الشرقية وفي عفرين، والتقدم يكون في عفرين وفي الغوطة الشرقية، وهذا يدل بأن ما يجري في عفرين والغوطة الشرقية هو متفق عليه بين فلاديمير بوتين وأردوغان سفتحي الشعب السوري. طيب، هل تتوقع سيد رامي عن أعداد متوقع، يعني عدد متوقع سوف يستمر بالنزوح في الأيام القليلة القادمة؟ ما هو تقديرك لهذه الأعداد؟ أعتقد إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه سوف يكون هناك المزيد من النزوح، لأنه بالتزامن مع النزوح كان هناك مجزرة نفذتها الطائرات الروسية في مدينة الزمالكة، لأن القتل كان من جهة ومن جهة الادعاء باحتضان المدنيين. دعينا نقول أن منطقة جيش الإسلام وهي منطقة دوما ومحيطها يتساءل البعض لماذا لا تنفذ فيها عمليات عسكرية، لأن جيش الإسلام لا يريد أن يعترف بأنه دخل باتفاق ما مع روسيا، والمشاورات جارية بين جيش الإسلام وروسيا دون التوصل لاتفاق نهائي عبر بقاء جيش الإسلام في هذا الجيب. نعم. وإدخال شرطة عسكرية روسية إلى مدينة دوما. نعم، رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من كوفنتري البريطانية، شكرا جزيلا لك.